كم الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم فيديو جديد كما العادة مع أسماء دائما الجديد. البنات منين نغبر عليكم عرفوني، يا إما مريضة يا إما توجد راه دائما، ولكن عرفتوا البنات راه كنت مريضة البارح ما حطيتش لكم فيديو. مهم الغزالات ديالي اليوم إن شاء الله حنا جيت عند الصديقة ديالي، بغينا نديرو سوربرايز الصديقة ديالي، كان عندها البارح عيد الميلاد، وكيف ما كتعرفوا هي دائما كتكبر بيا مسكينة، دائما كتدير لي السوربرايز تاع هي. وبنادم قال لك احنا ما بيناتناش المحاسبه الصراحه بحال الخوت، وهما الغزالات بنادم اللي كيكبر بيك تكبري بيه. المهم هذا الشيء اللي كاين، غندخلوا هنايا النور شوفوا لها شي طارطه. مهم وراكم عارفين ان شاء الله غادي كلشي تشوفوه معانا هنايا، نوريكم الغزالات. ها انتم البنات الفنات ديالي، واو ها لي طارطه البنات، شو لي طارط، هادو اللي كيكونوا واجدين شفتوهم، هادو كيكونوا واجدين. بالنسبه لهكا كانت شي حاجه على غفله، اولا كانت حفله، اولا كانت جو عندك الضياف ولا شي حاجه كتاخديها البنات. شتو ها انتما الغزالات ديالي، انتما هنا عندهم الفطور، عندهم بقلاوه، عندهم الحلويات، عندهم داكشي زوين البنات. البنات اختارينا هذه لان فيها لي سباس فين نكتبوا الشيء الاخر، ما فيهش لي سباس بحال هذه ديال اوريو، بحال الاخرى، بحال هادو كلهم عامرين. هذه هي اللي جاتنا حنا يا خاويه، هذه اللي خديناها وقلنا لها تكتب لنا فيها عيد ميلاد سعيد حنان. البنات هذه كطيب، شتو البنات داك الشيء طيب عندهم، فريش 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 فريش. غادي غنشوفوا البنات نشرب انا شي قهيوه، صاحبتي غادي تفطر، انا ما كنفطرش. انا خديت قهيوه كابوتشينو، والصديقه ديالي خدات حتى هي كابوتشينو، وهذه البنات نتاع سبيناكا. البنات كيف قلت لكم انا ما كنفطرش، كنصبح الشهيه ديالي مسدوده. وقفاش البنات كتحل الشهيه؟ كتحل الشهيه لقيت اللي الناس كيديروا فيها الريجيم في الليل في العشيه. المهم كنا نجلسوا هنايا بلاتي، انا الصديقه ديالي دابا كتقرا والباوزا عندها مع العشره، وقلت لها باش بلا ما نبقاو جالسين تما غير هكا كنجي نجلسوا نشربوا قهيوه بعد ما نتوصل لوقيته ونمشيو. صافي الغزالات ديالي هذا مكان كيف ما قلت لكم راه قليل فين تلقاو البنات صحابات، وقليل فين تلقاو بنادم زوين، وقليل فين تلقاو بنادم الله يعمر ليه الدار. راه الا لقيتي شي وحده على من تحطي الراس ورحماتك ولي ما يحفرلكش كما خلات صاحبتك. الا لقيتو على من تحطو الراس ولقيتيها صديقه وفيه ولا صديقات وفيات، بوسو يديكم ورجليكم، لان هاد الوقت ما بقى لا وفاء ولا حتى شي حاجه، كاين غير الغدر والهضره الخاويه. هذاك الشيء باش قلت لكم انايا غنديروا لها السوربرايز. الصراحه تستاهل كل خير، تستاهل طوموبيل ماشي تستاهل غير هاد التفاتيح. حنان ظريفه ظريفه الله يعمر ليها الدار، وتبغي ونعم الاخلاق. تبغي حاجتك تجي عندك، ما تفكر لا في مازوت لا في حسابات لا في حتى شي حاجه. انا ملي كنت كنتوحم مسكينه كتجي عندي وتديني. بنادم هو اللي يعقل على الخير ويكون وما يعقلش على الحاجه الخايبه، يعقل على الخير اللي داروا فيك بنادم. انا هذه هي الحاجه اللي الصراحه كندير بيها. انا بنادم ما كنفكرش، ولكن بنادم كتفكري انك عشتي مع واحد الايامات زوينين، دوزتي مع حوايج زوينين، هذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. لهذا يا ساده راكم شفتوا حتى انا كانت دارت لي هي والصديقه ديالي داروا لي سوربرايز يا اختي، هذه اللي جالسه هنا حدايا. عطيهم الكلمه قول لهم يتهلاو فيه، قول لهم يتهلاو فيه، دير لي لايك وكومونتير وشجعوني وبارطاجيو. تهلاو تهلاو في حسن مراد نتبه الله، تهلاو فيها مزيان كومنتاريوس لايك. وغوتي راه ما كيسمعوش تهضريها في تهلاو ديرها في صوتيه كومنتاريوس لايك لايك. المهم الغزالات ديالي هادشي اللي كاين، البنات غادي نشرب قهيوتي بيد ما نوصل الوقت نديرو لها سوربرايز. سوربرايز يا اختي الصديقه، صديقتنا حنان. ديالي
عليها انتم كيف ما كتشوفوا صافي قضينا الغراض وجينا نوريكم شنو خدينا البنات. هانتوما خدينا هذه البنات وخدينا هذه خصنا نفخوها. ها هي فيها قليب شتو البنات. وخدينا هاد الشمعة هادي اللي فيها داك الصونيط كتصوني ملي كتشعليها كتبقى تقول هابي بيرثداي زعما حكا والواد. هادشي البنات خديناه من تيدي اين اويغو لا مسكين وكلشي على البريكة الله يعفو ويتوب. صافي غير هادشي صافي نبخنتي هادي صافي البنات والكادو حتى تشوفوه ان شاء الله من بعد. دابا حنا غنساينو ان شاء الله تخرج من البوزة وديك الساعات الغزالات ديالي غنتقاسم معكم الاجواء وهكا يكونوا بنات البلاد شي يوقف معاشي وشي يفرح معاشي ايوا حتى لعند مولشي. علاش؟ حيت ملي غتوقفي على بنادم غتلقايه يقول لك هذاك بنادم راه دار معايا زوين. حنا راه ما عندناش داك الشيء ديال رد ليا نرد لك دير ليا ندير لك. حنا ملي كيعرض علينا شي حد لشي مناسبه ولا شي حاجه بضروري ما كتدي في يدك. ما غنديش نجلس في داري فهمتوا. الا ما غاديش ندي الكادو في يديا نجلس في داري من ما نجيش فهمتوا كيفاش. خاصك العرض عليك بنادم مكبر بيك وخا دير حاجه بسيطه ما تقدرش تمشي بيديك هكاك. داكشي اللي كاين بنادم هذيك راه غتكبيره وعاوتاني هو ملي غيدير وغيعرضك حتى انت غتهزي الكادو غتديه ليه. ما عنديش نجلس في داري من نحرج لا الانسان اللي معايا ولا نحرج نفسي فهمتوا الغزالات. هذا الشيء اللي كاين. حنايا كنكبروا ببعضياتنا وما كنديروش الحسابات جبتي ليا ما جبتيش ليا ندير لك ما ندير لكش. راه الصحبه راه الصداقه راه ماشي هما هادو ماشي هما تعطيني نرد ليك ولا داك الشيء راه غير يكون خارج من القلب وقال لك لو جيست كي كونت فهمتوا الغزالات. هذا الشيء حنا كنديروه حيت علاش؟ حيت حنا نستاهل وما كنتحاسبوش انا وياها. كان عندي كنعطيها كان عندها هي كتعطيني مهم داك الشيء راه بيناتنا. عاوتاني هاد خيتي هادي اللي جالسه هنا فرع عليا راسي حتى هي عاوتاني كذلك كنعرفها من شحال هادي وكنديرو بيناتنا لو جيست. ما كنديروش بيناتنا الفلاشات ولا كنتقاتلو ونتجابدو ماشي زعما تقولوا بحال الخوات. شتي الصحبه الا ما كانت فيها مدازه عرفوا ما صحبه ما توزع كتلقاها كتشد في خاطرها تشد في خاطرها نهار طرا شي حاجه طرطق عليك شي قنبوله. راه الصحبه راه هي هادي الصحبه نتشد نتقاتل انا وياها وندابز انا وياها بحال اختي وكنرجعو نضحكو ونهضرو ونلعبو عادي جدا فهمتوا الغزاله. راه الصحبه راه شي حاجه زوينه وشي حاجه كبيره كتمرضي كتبغي تمشي لشي قنت تبغي تخلي بنتك عندها تبغي تمشي لشي بلاصه تبغي تخلي ولادك تجيك الله يستر يا ربي الهلا تقدرها تجيك شي مصيبه في المغرب تلقاي تقولي راه كاينين الحباب اللي غادي يوقفوا معايا وكاينين الحباب اللي غادي يشدوا لي بنتي وكاينين الحباب اللي غيوقفوا بجنبي غيواسيوني. ماشي بنادم كيدير معاك القوالب ويقول لك حكا علاش. لا حنا ما عندناش داك الشيء في السيستيم. حنا عندنا الصحبه صحبه والخاوه خاوه وما بيناتناش الفلوس ما بيناتناش الكادوات. بنادم كان عنده مرحبا ما كانش عنده الف مرحبا فهمتوا الغزالات ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. اختي داك القلب راه عرفتي كي كدير لداك القلب شوفي وراه غطرطقي لا راه هو كيخدم كتنفخي هكا هانتي شوف هذا انا كنفخو بفمي حتى كيخرج قلبي. سمعي هذا راه فيه واحد الماده لداخل كتوركي عليها وكتبقاي تمخضي فيه. وريهم ديك الماده باش يعرفوا البنات. ها انتم البنات ها شوف فيه ها قال لك هكا كتبقاي تمخضي منين تلقاي بحال هكا ماشي تصوتو من لتحت. لا ما تصوتيش فين كتعفطي قلتي فين كتحطي يدك وري البنات باش حتى هما يديو فكره. استني بعدا نحل هذه. هو لداخل كتكون فيه واحد الماده جامده كتشدي ديك الماده توركي عليها حتى كطرطق وكتبقاي تنفضي فيه بحال هكا تنفضي حتى كيتنفخ. ها هي الطريقه اصلا. هذه عمرني شريت بحال هكا. قال لك ملي كتكون مفشوشه كتبقاي ديري هكا حتى كتنفخ وكتبقاي ديري ها حتى كيدخل لها الهواء. وشوف شوف البنات على قليب شوف اختي راه شرينا لها زعما الزاز يا اختي انا والصديقه ديالي يا اختي. ها انتم شوفوا كلشي على القليب. هذا القليب راه خارج من الخاطر. شتا البنات سمعي الصوت راه مازال كتنفخ. سمعي شو مازال كتنفخ والله الا انتم. مهم ضروري معايا تديو شي حاجه ضروري من الافاده. مهم اليوم نهار ديال السوربرايز وديال الضحك والنشاط وغنفرحوا الصديقه ديالنا. ايوا هادشي اللي كاين البنات حتى حاجه ما دايما غير الكلمه الزوينه والتعامل الزوين والكلمه الطيبه صداقه
لا عندي الانسان عنده ما يصدق. هذه راه واحد الفقيه. علاش شوفوني درت الدراره، درتها غير مع صحاباتي والله العظيم. الله يهدينا وخلاص. الشمعه هكا زوينه. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. شوفوا الغزالات ديالي، راه واخا ماشي ضروري انك تشري الطارطة ولا ضروري انك ديري شي حاجة ولا لا لا لا، بالعكس الطارطة واخا تصيبيها غير في دارك. دابا حنا ما كاينش الوقت، راه حنا راه بحال خدامين. سير واجي هذيك الله، دي الدراري، جيب الدراري، اجي سيري تقداك، يلا توصلي ديري الغدا. ما كاينش الوقت، ما هو زعما بنادم اللي ما عندوش ولا ما عندوش الوقت ولا ياخذها. من عند نور، نور كدير لي طارت زوينين، والصراحه اثمنه زوينه. وهذيك ديال الشوكولاته البنات هي كنت خديتها بعد عيد الراجل اللي كان عنده حتى هو عيد الميلاد، خديتها انا عجبتني ديال الشوكولاته زوينه. وديري ليها الفراغ، يعني فين تكتبي، يعني حتى هما كيديروا كيخليو لك الفراغ. الا بغيتي مثلا كان عيد ميلاد، كان عيد زواج، كان شي حاجه كيكتبوها لك تما. ايوا هذا ما كان الغزالات ديالي. نتمنى ان شاء الله الفلوق يعجبكم، نتمنى تستافدوا معايا، نتمنى انكم تشوفوا. انا بغيت نوريكم غير الصدقه، يعني شنو هي. راه كاين بزاف اللي كنبقى نهضر لكم على الصدقه وكتقولوا لي ايوا انا راه دارت فيا فلانه وعلانه. الا دار فيك شي حد شي حاجه الله يعاونه. موجود الجواد، موجود الحباب، موجود الناس، موجود عطاء الله. نجرب حظي مع وحده اخرى، فهمتوا. ايوا هادشي اللي كان الغزالات ديالي. مهم خليكم حتى ان شاء الله نكمل معكم الفيديو تشوفوا السربرايز. انا صاحبتي راه كتقرا. ايوا العشرة غتكون عندها البوش حال الساعه، العشرة غتكون عندها البنات البوزة. بقات 5 مينوت، 5 دقائق صافي. وبحري الله دابا نهبطوا ان شاء الله وغادي تشوفوا معايا يا اختي المفاجاه. يلا خليكم معايا غزالات. ها انتم شوفوا كيف وجدنا حنان. هابي بيرثداي. ها انتم البنات شفتوا الغزالات، ها انتم هنا شوفوا. هنا فين ساكنه انا، جينا هنايا ما هي كتقرا هنا في هذا القسم اللي هنا في هذه العمارات فين ساكنه. المهم ها انتم هادو الكادوات الغزالات، وهذه اللي غنطرطقوا ان شاء الله. المهم الغزالات ديالي عيط عليها، الغزاله ديالي غنعيطوا عليها ان شاء الله البنات، وان شاء الله غادي نوريكم المفاجاه كي جات. اسم اللي كتقرا فيه الصديقه ديالي، شتي حنا كنساينوها، وها المفاجاه. شتي الغزالات، شوفي هنايا قصتها بالساروت ديالي. مالكي مالكي مخلوعه، مالكي مخلوعه المشتي. دابا غتدي البي اينس. هابي بيرثداي تو يو. المفاجاه كي جاتك المفاجاه في الهواء الطلق وفي الربيع. ها تستاهلي كل خير اختي، تستاهلي انت البيام كاع، تستاهلي انت الجنه ونعيمه، ماشي غير هذا الشيء هذا. تي والله الا هابي بيرثداي تو يو. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo. بالصحة والعافية يا اختي، ان شاء الله بطولة العمر الرزق وتيسير يا اختي. وشي شي كاكا ديال السومة عليك كل خير. شوف اختي واش عجباتك لما عجباتك اختي، واش اختي عندنا الذوق جاتك زوينة والله الا جاتك فنه انت اختي، انت والصحه والراحه. خاصك لها شي دره في الشيبه كيف قالت مريم، شي دره في الشويبي. تجيك زوينه بالصحه والراحه. صحتك بصحتك، تستاهلين كل خير. اختي مع لي بيجو ديالك ديما تالفين. يا اختي جابتك فين ديري لي بيجو وداك الشيء فيه اختي الشوشه. اختي مع ديما لي بيجو ديالك تالفين. ها انت اختي لي بيجو بنت خشيري بيجا اختي، الصحة والعافية يا حبيبتي، الصحة والعافية. الصحة والله لا تستاهلكم خير. حنونتي حنونتي الحبيبة ديالي الكويدة كارين يومية. الجلس ديالي هما هنا البيجامات 5 أورو، شوفوا كي دايرين باردين الصيف. هادو عاوتاني ب7 أورو، شوفوا كي دايرين الغزالات ديالي هكذا بحال ديال المغرب. ها انتم شفتوا، هما فيهم الحمار، فيهم لوغوج، فيهم ها انتم شفتوا كي دايرين فنانين. شوفوا هابطين بهاد التقميطه
على هذا الشكل هذا. شتو هذا هي فونكورو، هذا هي فونكورو. ها انتم البنات، هادو كاين، هادو كاين، هاد الشكيلات كاملين البنات، هادو اللي كيطبعوا هكذا الغزالات اللي خاص هذاك الشيء نتاع الحلويات. راه كاين هنا السيد اولا كتكون المرا ديالو، هادشي عندهم هنا غزال اللي خصو هادو. هادو شو البنات، هادو بحال نتاع المغرب زوينين وخفافين. وشو هادو البنات، ماشي تقولوا خفاف راه خايبين، راه زوينين واخا خفاف ما كيلصقوش. هادو نتاع المغرب القدام زوينين، حسين كاع من دوك الجداد. شتو ها شحال؟ دغاي اورو يا 3 اورو البنات، زوينين وما كيلصقوش راه واخا خفاف زوينين. ها نتوما كاينين هادو، عنده السيليكون تاع البليغات، وعنده هادو شوفوا فنين. هادو البنات اللي خاصو السيليكون وداك الشيء يجيو شروهم من السوق، كيتقاموا شويه شويه بثمن زوين. شفتوا ها نتوما، شوفوا هادي ها نتوما، هادو صغيورين حتى هما زوينين. شنو اللي خصو هادو، راهم زوينين البنات. كاينين هادو في هذا الشكل هذا، هادو حتى هادو هانتو. شوفوا ديال المول العجيب متوسط زوين. شو الغزالات البنات، هادو اللي عندهم عندكم شي طاش خايبه في السدادر، في الزرابي، في الحوايج، في الطلام، في اي حاجه، اجيو لعند هذا هنايا. عرفتي عنده واحد برودوي واعر كيدير حداكم هكا الوسخ اللي يعني اللي ما كيتحيدش وكيصايبو بالبرودوي. الا عندكم شي طاشه البنات ما كتحيدش من الحوايج، اولا في شي ريدو عندكم جديد، اولا عندكم شي حاجه، راه البنات اجيو هنايا الميداد، عنده ديال الميداد. شتو البنات، ها هو ديال الميداد اللي ولادو دايرين ليه الميداد في الحوايج وداك الشيء. نتوما هنايا كل برودوي وديالاش، كاين ديال الميداد، كاين ديال لي طاش، كاين ديال بيفيل كوست 10 اورو، سفاي شتوك 10 اورو. ها نتوما 10 اورو جوج، كاين ديال الطوموبيلات، كاين ها نتوما الروايد باش تنقي الروايد، الزرابي، الفوتويات. ها نتوما شوف شتو، وعندو ديال الميداد البنات. شو الغزالات ديالي هادي البنات، هانتوما البنات شوفوا، هانتوما اجواء السوق، هانتوما البنات العطور و البخور والعود والروايح والماء ديال زمزم. هانتوما الكحول ديال المغرب، الغزالات هادو نتاع الصالات، ها هما غادي يكونوا ديك 15 اورو بحال هكا. بيفيل كوستت 20 20 اورو البنات، وكله بحاجه وثمنها. كاينين هادو الرخاص. شو الغزالات، عنده داكشي نتاع المنقبات، الباسات. ها نتوما عنده هادو نتاع المتحجبات اللي كيلبسوا داكشي مستور ومقاد بحال هادو، اللي باغيين اللي باغيينهم اللي كيقلبوا عليهم اللي ما كيلقاهمش. راه كاين اللباس الشرعي، اللباس الشرعي ها هما. شتو البنات شتو هما هادو. هنا كاينين الصلايات نتاع الوليدات الصغار، لي فولاغ. شو الغزالات، ها هو اللباس الشرعي اللي بغى فيه، كاين الوان والشكال وكل شيء. قالت انا جيت هنا ناخذ الدروره، ها نتوما خصني الكريه، كنجب صاحبتي تختار معايا ودير لي داكشي ديال التناسق، اختكم راه جديده في الحجه. المهم زيدي زيدي، ها نتوما دايرين دغاي اورو البنات. هادو كنت شريتهم ب 10 اورو، ولاو ب 8 البنات اللي خصهم يجي ياخذ. ها نتوما راه قلتها له، قلت له شريتهم عليك ب 10 اورو، بقى كيضحك عنده حلو. البنات انا جيت نكمل على الاخرين ياكي، هادو هما اللي خديت. هاد الفوناره البنات كي كنشدها كي كتبقى، هادي اللي دايره كلها تخربقات ليا. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا، خاصني فوينيرات هادو كي كنصايبهم كي كيوقفوا. هادو خاصني بحال هاد اللوين، خاصني الحميمر البنات، لو غوج قالك لو غوج كيبوج، وخاصني ما عجبكش صافي ما عجبهاش. اختي انا جايبه صاحبتي تختار معايا نفقيها ديالي. ها نيشان البنات ديالي كيف ما كتشوفوا، انا رجعت مشيت للسوق، مشيت خملت داري البنات، ودابا جا حانا
الوقت اللي نجيب بنياتي البنات من كينداغارتن النهار ساله دابا راه الجوج غادي ندخل البنات نجيبهم. هذا هو النهار ديالنا. دوزت معكم الروتين الصباحي ديالنا كيف دوزنا السوربرايز للصديقه ديالي وكيف ومشي درت بكم خواتاتي دورة في السوق لاني كانوا خاصني شي حوايج وقربت نمشي للمغرب بزاف وخاصني نحيدهم عليا من الطريق. انا واحد الانسانه اللي عندي النظام خصني الحاجة نقاد داك الشيء على حقه وطريقه. فما قلت لكم البنات انا خصني شغلي نقادو قبل ما نبقاش البنات نخلي راسي حتى لاخر لحظه. راه كاينش بعض العيالات اللي تخلي راسها حتى لاخر لحظه وتنوض تجري. انا ديك اخر لحظه ما كتعجبنيش. انا كلشي النص درتو في الماليطات وما تبقى غادي نمشي هاد العشيه غندير شي فشي وغنقاد شي فشي وكل درب المسائل ديالها داك الشيء الطق طق داك الشيء كما خلاتها ميمي تحيه ليها. المهم الغزالات ديالي النظام زوين وبزاف نتاع الحوايج الصراحه. الله بنادم ملي كيكون مسافر قد حويجاتك ومسائل ديالك لان السفر وخاصه المغرب وغتجلسي واحد المده اللي هي معقوله ماشي بزاف وانما الحمد لله على كل حال. والغزالات ديالي خص بنادم يكون موجد ناضي كناضي كيف ما كنقول لكم ديما خص يكون بنادم موجد حوايج ومسائل ديالو باش نهار يبغي يخرج يكونوا الماليطات واقفين. تلبسي غير وليداتك ما تدهشي باش ما تنسي. كاين بعض الناس اللي كيخليو حتى اليوم الغد اللي عندهم الطياره عاد كينوضو يجمعوا. بالعكس انا كنجمع قبل باش ما نسى حتى شي حاجه باش ديك الساعه الا نسيت شي حاجه كنزيدها. عندي سيمانه دابا كل ما نسيت شي حاجه ولا بانت لي شي حاجه في الدار عندي نسيت ما هزيتها كنهزها. يعني كيبقى لي غير داك الشيء ملي كنمشي كنلقى كلشي عندي ديتو كلشي ناضي كلشي مقاد. المهم الغزالات ديالي نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم يكون نال استحسانكم. الغزالات ديالي كيف كنقول لكم ديما هنا كيوقف الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم تكونوا استفدتوا تعرفوا بان راه كاينين بنات الناس راه ماشي كاع الناس خايبين. حتى انا تلقيت بزاف ديال الناس خايبين كثار كاع بزاف وكيديروا معك شي بلانات خايبين ولكن ملي كنجلس وكنشوف كنقول الحمد لله واخا كاين الخايب راه كاين المزيان واخا الخايب غالب على المزيان ولكن الحمد لله برضات الوالدين والدعاء ديالهم والحمد لله كتلاقي مع ناس زوينين وبنادم كيخلي بلاصتو نقيه مع الناس النقيين. اما بنادم غير اللي يجي يوسوس لك في راسك ويمشي هو يزيد يشد الطريق ويخليك انت جالسه بوحدك لا. انا زعما كنعطيكم غير نصائح من التجربه اللي دزت منها تجارب عديده البنات اللي دازوا عليا. يعني انا بنادم كنعرفو دائما ديروا ربي في قلبكم وسعوا الله وصليوا ودعيوا سيدي ربي وقولوا لوالديكم يدعيوا معاكم. راه هذا النهار فحال وغدا فحال حنا ما عرفنا من هنا لقدام واش نكونوا مزيانين ولا خايبين. غير بنادم ما يبقاش يهز في قلبه ويقول لا علاش هذيك علاش لا. شوفي ما حد ربي خالقك وكيقول عبدي يعني غير سعاني وانا نعاونك. حنايا لا حنا قلبنا مزير حنايا بالاخص حنايا العرب شي ما حامل شي وشي ما باغي شي وشي كيهضر في شي وشي كيشوف هذيك وشوف الاخرى. لا عمركم تكونوا هكا البنات والله القسم اللي كان بزاف الاغلاط انا كنت كنرتكبهم ولكن بنادم كيتعلم وخاص يكون مع الناس النقيين اللي كيعلموك ويعطوك شويه الموعظه يقول لك هذه هنا وهذه لا. بنادم يشد شويه الفران بنادم يفراني حاجه ما عجبتكش قول ليها البنادم في الوجه ما عندك علاش تدي على رقبتك بركه غير الجبال اللي عليها. المهم الغزالات انا ما كنساليش باي باي عليكم خليكم حتى الفيديو جديد. نتمنى الفيديو يكون عجبكم النصائح ديالي حتى هي من تجربتي الخاصه تكون حتى نتوما استفدتوا معايا. نخليكم ان شاء الله باي باي عليكم وحي عليكم.